لفهم الفكرة هذه محتاجين نفهم شو يعني تشفير وكيف ممكن نشفر المعلومات. هذا مهم ببساطة لأن مجموعة من أهم أسرارك موجودة حالياً على الإنترنت، باسورداتك اللي مخزنهم في كل مكان، وبعض الأماكن اللي مخزن فيهم رقم الكريدت كارد مثلاً وعنوانك. يعني ببساطة سرقتها تعني حرفياً سرقة فلوسك. تشفير المعلومة يعني ببساطة لخبطتها بطريقة ما يفهمها إلا مرسل المعلومة والمستقبل. ومع تطور علوم التشفير أصبحت الرسائل تتشفر بمفتاحين، مفتاح مع المرسل ومفتاح ثاني مع المستقبل، وهاي طريقة أكثر تعقيداً يصعب حلها. قلنا يصعب يعني مو مستحيل، لأن الصعوبة هني زمنية، بيحتاج الهكر عشان يحلها آلاف أو ملايين السنين مهما كان معاه كمبيوتر قوي، لأن الاحتمالات كثيرة جداً جداً جداً، وهذا راح ياخذ وقت طويل جداً. ألين أسبرو جوزك شخصية بارزة في مجال الحوسبة الكمومية، يوضح أن الحواسيب الكمومية ما تقتصر على تسريع الحسابات الحالية فحسب، بل أنها تمكن من طرق جديدة أساسية لحل المشكلات.